الجمعة 7/4/2017 شباب نجل الأغراض ونحن الآن برا الجصة. تروح معه عادل عادل ابو ناصر. يلا شباب باجي الباجي شباب. انا اقول واحد خليه يجيب حالي هنا وحاله ما شاء الله ما شاء الله. ناصر يا مجد يا حمر ابو ناصر. ايه 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 ابو ناصر. واحد واحد كثر كثر يا ابو احمد كثر. اللهم كبر حجمه وطيب طعمه ان شاء الله. تونه طيبه باذن الله. خلوا ربعنا على القواطي. القواطي موجوده. القواطي موجوده. يا مبدع الاكوان فاصل فاصل ونواصل. هلا بالحبيب. يلا روح اكرم اكرم عليها. ما طيت عليها. هلا بهالصوت. هو بيت اللي صار اللي صار هذه الوفن. ها هذه الوفن كابتن. ما شاء الله تعالوا يا شباب قربوا يا جماعه قربوا حق الصوره.
اللي صار ابو ناصر اللي صار ابو ناصر طوف 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 عامل بالصوت ناصر عليك هذا شنو بس الله يرحمه لاعب شوفوها ما شاء الله حوت حوت ها ابو ناصر بتشيك ولا تبكيها عليك بتشيها شوفها لا لا اي الراحه لا تتحمس ما شاء الله اصبر يلا فتيله 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 على الخفيف على الخفيف لا جيبها هنا تطلع راسك جيبها هنا لا تنزل يلا يبا عبد الله يبا عبد الله يبا عبد الله ما شاء الله يبينك كلمة واحد 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 عليها واحد واحد الله ما شاء الله يبا ما ترتاح وما احتاج صورتك الكاميرا هي ما شاء الله يا مبدع الأكوان خالقون إن كنت قد أخطأت في جنبي من ذا يداوي غير رحمتكم من ذا سواك يا ربي من لي سواك يزيل لي وصابي من ذا سواك يعين يا ربي من لي سواكم كي يخلصني من سوء حال انجز هلا بالحبيب طارق محمد ايش كثر صار لنا يا ربع ساعة ونص ساعة صار لنا يا ربع فوق الساعة جاءت إليك بارئون الضاق كل العالم الرحبي رباه يا معبود يا الأزلي يا رافعا لمعارج القرب أنت الذي Thank you.
وناصر روح ولا مش طفي هو جاي ايه ترى متسوي بعبد الله يوم يجي هذا قبض عليه البقره لا تخليه يروح دبوس كاو بس خلاص دبوس فوسايد خمسه دبوس فوسايد خمسه يقول لي انتو مو صدق قلت له واحد بس فين راح جام ما صدق بيصيدوا اليوم النواقد دي دخله طالع دي طالع الحزام الحين بس ايش في روح هناك انت ومناطق خلينا حالة بالشرق عبد الله وين التونه مالتك؟ ها شنو معك؟ ها؟ ثور البحر؟ إني لجأت إليك بارئون الضاق كل العالم رباه يا معبودي يا الأزلي يا رافعا لمعارج القرب أنت الذي جاهي ألوذ به خذني إليك بوارد الجذب أنت فقلبي للقاء
العوش في